ولا الى جمال؟ جمال جمال اليك. شكرا. معي اذا نيمار. نيمار انترادو ان لا سيكوندا بارتي. انت دخلت في الشوط الثاني، كيف تشعر؟ اشعر بحاله جيده، كانت مباراه صعبه جدا، فريق يدافع بشكل جيد وكانت امامنا فرص لتسجيل الاهداف ولكننا لم نحقق ذلك. كيف شاهدت الشوط الاول من دكه الاحتياط؟ نعم، كان علي ان اجلس على دكه الاحتياط ولكن انا احترم قرارات المدرب وفرص الزملاء ايضا. هل لديك الرغبه في الدخول كاساسي؟ بكل تاكيد، بكل تاكيد انا واصل في العمل وفي اللعب وهذا هو هدفي. كيف هي العلاقه بينك وبين ميسي؟ نلعب قليلا جنبا الى جنب ولكن هذه قرارات المدرب ولكننا نحاول ان نتحسن في كل مره. شكرا. اذا عوده اليك. طبعا نيمار مطلوب كثيرا وقد جاء لنا به مباشره الى هنا واظن بانها بداية بالنسبة له لكن بداية أيضا بالنسبة للمقابلة، هو الذي يتحدث كثيرا البرتغالية علما بأنه برازيلي وبالتالي يقوم بمجهود للتحدث بالإسبانية. طيب يحتاج إلى بعض الوقت كما نحتاج جميعا حتى نتعلم لغات أخرى. شكرا لك جمال جبالي. طبعا أعود إليك.